بهدف التقليل من مشكلة انتشار العلكة المستهلكة في الشوارع وتقليل تكلفة التخلص منها، قامت شركة بريطانية بإطلاق مشروع لجمعها وتحويلها إلى منتجات جلدية وبلاستيكية مختلفة مثل الأحذية وأكواب القهوة البلاستيكية. جاءت الفكرة للمشرفين على المشروع بعدما اكتشفوا أن العلكة تصنع من مطاط صناعي يدعى بولي أيسو بوليتين، فقرروا محاولة استخدام هذه المادة لتصنيع منتجات مختلفة. وقامت الشركة بوضع حاويات مميزة في شوارع لندن ليضع الناس فيها العلكة المستهلكة، لتقوم الشركة بعد ذلك بتسليمها إلى شركات متخصصة لاستخراج المادة المطاطية، لتبيعها إلى الشركات المختلفة التي تستخدم مادتي البلاستيك والمطاط لإنتاج منتجات مختلفة كأكواب القهوة البلاستيكية والأحذية والصنادل. وكانت النتيجة هي انخفاض كميات العلكة المستهلكة بنسبة 90% بعدد من المناطق والجامعات بالعاصمة الإنجليزية. لقد لاحظنا فعلا انخفاض انتشار بقايا العلكة هنا منذ انتشرت هذه الحاويات. يوفر هذا الأمر الكثير من العناء على عمال النظافة، كما أنه يوفر علينا الكثير من الوقت والمال. ويتم استهلاك ما يعادل 25 مليار دولار سنويا من العلكة حول العالم. كما تقدر الحكومة البريطانية التكلفة السنوية لتنظيف شوارع إنجلترا من العلكة بحوالي 79 مليون دولار. ونجحت الشركة حتى الآن في إعادة التدوير حوالي 25 طنا من العلكة المستهلكة.